بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 ابتداء من الآية 51، هوذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم الفساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. نعمة الله الآب تكون معي ومعكم يا أبا أخوتي أمين. إذا شاء ربنا نفسي أتكلم النهاردة عن موضوع يمس حياة كل واحد فينا، وهو إزاي ممكن الإنسان يتطلع إلى الألم، وإزاي نتطلع حتى إلى الموت. معلمنا بولس الرسول زي ما شفنا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس خصص الأصحاح 15 كله لقيامة السيد المسيح من بين الأموات، ومن خلال قيامة المسيح ادانا نظرة جديدة للموت، وهو أن احنا نتحدى الموت. يعني لما يقول زي ما سمعنا أين شوكتك يا موت، بيتحدى الموت. لا مؤاخذة، أين غلبتك يا هاوية؟ ربنا خلق الإنسان لكي يكون سيدا. هي بتعجبني، من أجمل المقالات اللي بحبها مقالات القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس اللي اتكلم فيها عن العبودية. يقول ربنا خلق الإنسان صاحب سلطان، ما خلقش إنسان لكي يكون عبدا أو يبقى خدام. اداله سلطان على الأرض زي ما بنقرا في سفر التكوين، واداله سلطان على الجو على الهواء، واداله سلطان على البحر، وأعطاه سلطان النهارده على الفضاء. النهارده الإنسان بيقدر يعدي ويروح الفضاء. ما خلقش الإنسان لكي يعيش في مذلة. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يعيش في ذل. الله يريد ولاده يبقوا دايما يمثلوا الإله الحي صاحب السلطان، بدليل أن السيد المسيح قال لتلاميذه إيه؟ إنه أعطيتم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. فالنهاردة لما خلقني ربنا ما خلقنيش عشان أبقى خايف من المرض، وخايف من الناس، وخايف من التجارب، وخايف من بكرة، وخايف من سياسات العالم، وخايف من الموت أبداً. إنسان الله يعيش بروح القوة. مرة طلعت كده كتبت كلمة قوة في رسائل بولس الرسول على الكمبيوتر، لقيت أنا مش متذكر الرقم، لكن أعداد كبيرة من الآيات يتكلم فيها عن القوة، يتكلم عن الصليب قوة الله للخلاص.
ويسمي المسيح اللي بنقتنيه في أعماقنا في الداخل قوة الله وحكمة الله، ويقول أيضا أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، صاحب قوة. أوحش حاجة نهيم بها اسم ربنا إن الواحد يستضعف نفسه، يقول لك أنا غلبان وأنا تعبان وأنا خاطئ وأنا إنسان بشري. إيه ده؟ إيه ده؟ إلهك نزل علشان يرفعك فوق كل شيء لكي تعيش حامل أيقونة المسيح الإله القوي القدير، تشعر إن كل العالم في خدمتك، وتشتهي العبور من العالم بلا خوف، وتشعر رحلة حياتك أجمل رحلة ممكن أي كائن يعملها، عكس عمل عدو الخير وهو التحطيم واليأس والانهيار والشعور بالذل. ربنا ما يحبكش تكون مذلول. ولاد ربنا يسلكون بروح التواضع، لكن معنى التواضع إيه؟ مش التواضع معناه الخزي ولا العار ولا الخوف من الألم ولا الخوف من المرض، لكن التواضع معناها أنا بنفسي أساوي زيرو أو تحت الزيرو بالسالب، أنا زائد المسيح أستطيع كل شيء. لا نهاية، مش لا نهاية فيا، لا نهاية في المسيح الساكن فيا. عمل الكنيسة تأكيد لكل إنسان إن هذا الإنسان موضع إعجاب وموضع عمل وموضع اعتزاز الثالوث القدوس. ولاد ربنا موضع اعتزاز الثالوث القدوس. الحقيقة ليا كام سنة كده مش بعد الزمن بالنسبة لي، يعني ما بشتغلش بيه، انشغلت بميامر ماري يعقوب السروجي، وفي الآخر نزلت كتاب صغير مجرد عينات عن كتاباته عن عظمة الإنسان عند القديس ماري يعقوب السروجي. يبص للإنسان إنه حامل المسيح مصدر الفرح، مش يبقى فرحان، يفرح قلوب الناس، يفرح قلوب الناس. أتذكر كان في إنسان كبير في السن أيام ما كنا أنا يعني أبونا بشوي وأنا صغيرين، وبعدين جه واحد قال لي أبونا نفسي أعترف، وأنتوا يعني لا مؤاخذة أنت أبونا بشوي وأنت زي حد من ولادي، ممكن تشوف لي كاهن كده يكون كبير في السن اعترف عنده؟ قلت له اه، عندنا ابونا مخيل ابراهيم راجل عجوز كبير في السن بيجي في كل سنه في شهر مايو يقضيه في منطقه كنيسه ماريمينا في المنظره. وفي الفعل يعني عرفته عليه، كل ما يروح يعترف ويجي الاقيه فرحان. فمره سالته قلت له ايه اللي مفرحك؟ قال لي بصراحة؟ قلت له آه. قال لي مجرد بقف ويحط إيده عليا بحس سلام المسيح مالي كياني. قلت له بيقول لك إيه في الاعتراف؟ قال لي ما بيقولش أكتر من كده، لما أقول له على خطيئة يقول لي ربنا يستر عليا وعليك، ربنا يغفر لي ويغفر لك، ربنا يسامحني ويسامحك، ربنا يسندني ويسندك. أدي كل اللي بيقوله. قال لي لكن بطلع شاعر ان انا كنت كما لو كنت في السماء عينها. ايه رايكم؟ نفسنا مش الكهنه، لكن كل انسان مسيحي يبقى زي ابونا مخيل ابراهيم، الواحد لما يتقابل معاه يشعر انه جواه الدينامو اللي بيولد فرح، لا خوف من مرض ولا خوف من موت ولا خوف من فشل ولا خوف من أي حاجة في الدنيا، لكن إنسان سعيد فرحان. إيه اللي ممكن يصيبني؟ إيه اللي ممكن يحطمني وأنا جوايا الله خالق السماء والأرض مخلص البشرية كلها محب البشر؟
ليا يومين يمكن امبارح واول امبارح كنت بدور كده يعني في موضوع معين في مقالات ماري يعقوب السروجي، لقيت مقال كنت قريته زمان ومكتوب على الكمبيوتر ونسيته وموجود. فأول ما قريته دي كانت تاني مرة أقراها، قلت ياه إيه ده، بيعمل يعني ميمر لشخصين استشهد في سن الشيخوخة. قلت ده يناسب العصر الحالي، الناس خايفة من الاستشهاد بعضهم وفي ناس بيشتهوا الاستشهاد. فقلت يا ترى عينيه كان بتشوف ايه في هذين الشخصين. الجميل لما كتب هذا الميمر لم يتكلم لا عن قسوة المضطهدين ولا عن ظلمهم ولا عن فساد أفكارهم ولا عن كراهيتهم للمسيحيين أبدا، ولا اتكلم عن طرق التعذيب مش بتاعته، إنما ركز عليه على الشهيدين دول الشيوخ الكبار في السن وسجل لينا هذا الميمر. أتمنى إذا ربنا سمح واداني عمر وارجع اسكندرية أكتب الميمر ده مع التعليق عليه. بيقول إيه؟ أنا عايزك تتخيل هذا المنظر، لأن أكتر حاجة الناس دلوقتي تخاف منها يقول لك لو جه الاستشهاد نعمل إيه؟ أو لو إحنا في ضيقة نعمل إيه؟ أو لو أنا في تعب في حياتي، في حياتي الأسرية أو في حياتي الشغل أو في معركتي مع الشيطان أو معركتي مع الخطية أعمل إيه؟ حقيقة ما كتبه هذا الإنسان قديس ماري يعقوب السروجي يفرح قلب الإنسان، يخليه عايش دايماً فرحان. سمى المنظر بتاع الاثنين اللي بيستشهدوا وهم عواجيز كبار في السن بيتحدوا آلام الاستشهاد بقلب ناري ملتهب، سماه ايه؟ حفل تتويج هذين الشخصين. سماه ايه؟ حفل التتويج بتاعه. لا قال لك كان بيضربوهم بالسيوف ولا بيعذبوهم ولا، قال لك الكلام ده لا يزود ولا ينقص، لكن يكلمنا وهم في لحظات الاستشهاد كان شايفهم ايه. انا هتكلم بس عن الالقاب اللي كتبها عن هذين الشيخين، اتمنى ربنا يديها لكل واحد فينا في حياته اليومية، مش ضروري الاستشهاد. على رأي القديس باخوميوس الكبير، في يوم من الأيام وهو بيتمشى كده في الدير رايح مشوار، فلقى تلميذه المخصوص بتاعه قاعد بيستظل، قاعد في ضلة. تعرفين هو كان في دير بافو اللي هو جنب الأقصر، ودي منطقة حر في الصيف، فيظهر الشمس كانت ولعة. فالراجل جاء له كده تحت إيه درة اللاية ولا مبنى ولا حاجة وقعد، فقال له أتستظل يا فلان؟ فقام تلميذه قال له إيه يا أبي؟ قال له ما تعرفش إن الاستشهاد ليس بسفك الدم، لكن من يقبل الألم بفرح فهو شهيد. ليقبل الألم حتى لو كان حرارة الشمس، لو يقبلها هو فرحان ومبسوط يبقى إيه؟ بيشارك الشهداء، لأنه بيقدم شكر لربنا حتى في وسط الإيه؟ في وسط الحر. فعايز أقول الاستشهاد مش حاجة غريبة عننا، كل يوم بيعدي في حياتنا نسأل نفسنا هل بنقبل الألم أو الضيق أو التعب بفرح وبشكر؟ نحسب شهداء. والقديس كبريانوس يقول في نوعين من الاستشهاد، يسمي الكنيسة حديقة الله، الجنينة بتاعت ربنا. جنينة ربنا فيها ورد أحمر وفيها ورد أبيض. الناس اللي يتسفك دمهم من أجل المسيح ده يبقى الورد الإيه؟ الأحمر.
والناس اللي بيقبلوا الألم بفرح وبسرور حتى ولو كان ألم في صلاة في مطانيات في تعب في كلمة قالت ضدي قبلتها بفرح في إهانة وصلتني وأنا عديتها بشكر ربنا يعتبرني من الورد الأبيض المقدم للمسيح أحد الورود الموجودة في الجنينة بتاعت ربنا. نفسي كده تبقى لي عينين القديس كبريانوس فأرى في كنيسة المسيح مش فلان وفلانة وده من فين وده أصلك إيه وبتدارس إيه وغيره، يا ترى أنت من أنهي نوع من الورد اللي يفرح واللي فيه رائحة المسيح الزكية رائحة حياة لحياة؟ هل أنت من الورد الأبيض أم من الورد الأحمر؟ هل بتقبل كل شيء بشكر طول النهار تقول لربنا إيه اللي ممكن أرده ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك علي؟ ونقول له احمدوا الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. فالنهاردة أرجو أن ربنا يدينا هذه الدعوة أن نعيش إن لم نكن الورد الأحمر في جنينة المسيح، نكون الورد الأبيض اللي كل يوم يطلع رائحة زكية يشتمها رب المجد يسوع رائحة رضا، ويشتمها الآب أيضا يشوف فيها رائحة ابنه الوحيد عاملة فينا. هاخد الألقاب اللي قالها هذا القديس عن هذين الشيخين، وأرجو أن ربنا يديني ويديكم أن احنا تنطبق هذه الألقاب علينا في كل يوم. بص الشيخين كبار في السن عواجيز، يعني دول لا محتاجين تعذيب ولا غيره، لا هو كفاية كبر السن مع المرض مع عدم القدرة، ده فيهم ضعف. لما تلاقي واحد عجوز كده وكبير في السن وماشي بعكاز ولا ماشي تقول ربنا يعينك لأنك إنسان ضعيف، حتى الذاكرة مع السن بإيه بتروح، كلنا بنشتكي بنقول الواحد بدأ ينسى. الخارج في هذين الشيخين ضعف، ضعف الجسد وممكن يكون ضعف في الذاكرة أيا كان، لكن يسميهم إيه؟ يسميهم بطلين عجيبين. شوفوا تقال إيه عن المسيح، اتقال إن يكون إيه عجيبا في أشعياء 7 أو أشعياء 9، يدعى اسمه إيه إلها أبا أبديا قديرا إلى آخره، عجيبا. ويقول في سفر المزامير يجعل شعبه عجبا، ربنا اسمه العجيب. وأنت عزيزي أيضا وأنت يا أختي يسمون الملائكة أيضا كل واحد فينا العجيب، البطل العجيب. متهيالي كده وهو طلع اللص اليمين بصوا كل السمائيين ليه قالوا إيه البطل العجيب ده؟ مين هذا الترابي اللي عاش كل عمره في الفساد، الحرامي اللص اللي ربما كان قاتل، ويجي يعيش وسطينا يمارس العبادة السماوية ويشترك معانا في الفردوس؟ إيه الجمال ده؟ إنه بطل عجيب. تحب كده على الكارت بتاعك أو الرقم القومي زي ما بنسميه في مصر أو الايدنتيفيكيشن كارد بتاعك، بدل ما تكتب الدكتور فلان والمهندس فلان وإلى آخره أي لقب، تقول كده إنسان الله العجيب فلان، ينفع؟ إيه رأيكم؟ ولا بتستخف بنفسك؟ ربنا عايزك كده، عايز يجي الملائكة يبصوا لك يقول إيه؟ يقول ده صار ابن لربنا صار عجيبا. داود النبي شعر بكده وهو لسه بيشوف الرمز بتاع المسيح المصلوب، يقول أقامني من المزبلة وأجلسني مع مين؟ مع أشراف أشراف شعبه. إيه يعني أشراف أشراف شعبه؟
يعني مع رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد، أو مع الكنيسة التي ضمت أعضاء من الأمم وضمت أعضاء من اليهود، أو ضمت أعضاء من الرجال وضمت أعضاء من النساء، مع أشراف شعبه. صار داود إنسان الله العجيب. أنا نفسي كده تنقش كده على جبهتك وتقول إنسان الله العجيب، لأن روح الله ساكن فيا، لأن جسدي ده جسد ربنا، لأن لنا فكر المسيح. يقول عنهم أنهم بطلان عجيبان. لما تروح البيت وتلاقي نفسك تعبان ومرهق ومش قادر تصلي، قول لنفسك أمال إزاي مش عايز تخلي الملائكة يبصوا لك ويقولوا مين هذا البطل العجيب؟ في وسط تعبك وإرهاقك اركع وصلي واعمل مطنياتك وقول له يا ربي صحيح جسمي ضعيف، أما الجسد فضعيف، وأما الروح فإيه؟ فنشيط. الجسد ضعيف والروح نشيط أو قوي. أولاد الله أبطال. أنا عايز أقول لكم العبارة اللي يقولها العلامة أوريجانوس عن يوم الدينونة. يقول كثير من الأطفال الصغار هنلاقيهم أبطال، وحنلاقي ناس رجال دين وأصحاب شهرة ومعروفين وليهم شعبية، ويعيني بالكاد كما بالنار يدخلوا ملكوت الله. يقف طفل كده سنه سنتين ولا سنة زي أطفال بيت لحم تلاقيه بطل، وممكن كاهن ضيع عمره في الإدانة ولا ضيع عمره في الإهمال ولا غيره، يا عالم هيبقى يوم وهيبقى شكله إيه في اليوم الأخير. ربنا يستر علينا. ضع في قلبك مهما كان سنك، مهما كانت إمكانياتك، مهما كانت قدراتك، مهما كانت معرفتك، قل له هل يا ربي تديني روح البطولة لكي أكون بطلا عجيبا في عيني الرب، وأكون من شعب الله العجيب الجاعل شعبه إيه؟ عجبا. الجاعل شعبه إيه؟ عجبا. نفسي يا ربي تخلينا نكون عجب. السمائيون يحبوا يبصوا كده على الكنيسة ويقولوا إيه الكنيسة العجيبة اللي كل ولادها وبناتها أناس الله العجيبين. يدعوهم أيضا، يدعو الشيخين دول، يقول عنهم إنهم ملح الأرض، زي ما قال السيد المسيح أنتم إيه؟ أنتم ملح الأرض. لو واحدة ست كده بتطبخ طبخة وراحت أخذت معلقة ملح حطتها مثلا في المكرونة، يجي الطفل كده يقول لها إيه ده؟ هتقول له ده مكرونة بملح؟ أبدا، تقول له مكرونة. لكن في ملح ولا ما فيهوش؟ هل ممكن عينيه تشوف الملح اللي اتملحت بيها المكرونة وهي بتطبخ؟ إحنا ملح الأرض. نتطبخ في وسط العالم، ندي طعم جميل للعالم، لكن الناس يشوفونا يقولوا يا عيني على الناس دول راحوا فين؟ دابوا. يا ريت ندوب قدام أعين الناس، لكن نصير في أعين السمائيين ملح الأرض، بل وفي عيني الرب نفسه أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح بماذا يملح؟ وزي ما قلت قبل كده لسه متهيألي النهاردة الصبح اتكلمت عن الملح. يقول ايه؟ لو اي سيدة بتدخل كده تطبخ طبيخ وبعدين يقولها الله الطبيخ بتاعك حلو، تقول ده اصل الملح مديله طعم، فتيجي المرة اللي بعدها تجيب نص كيلو ملح تحطه على الاكل يبقى شكله ايه؟ بص، احنا يا ريت بنحط نص كيلو، احنا بنحط نفسنا في حياة الناس، بنبقى زي كيلو الملح اللي بيترمي على الاكل يفسده. عشان كده دايما كان ابونا بشوي الحقيقة من الحاجات الجميلة اللي ما بنساهلهوش، يقول دايما حتى مع الكهنة
يقول خليكم زي الملح، لمسات حب خفيفة، ما تدخلش ما تحطش مناخيرك في حياة الناس، ما تمسك التليفون ما تقوليش اه واخبرتك ايه وعملت ايه وجبت الفستان ده من فين وتمنه كام، انت مالك؟ ليه الأسئلة الكتيرة المحرجة حتى ولو كان الآخر بيقبلها برضا، لكن ليه ندخل في حياة الناس؟ حتى في الاعتراف لا يليق بالكاهن أن يدخل في تفاصيل حياة إنسان إلا لو ضرورة قاسية لأجل خلاص نفسه. لكن زي ما دايما بقول، لما حد بيجي يكلمني في تفاصيل بقول له لا وقف لو سمحت، يقول لي يا ابونا بس اريح ضميري، اقول له ريح ضميرك انت حر لكن ما تتعبنيش، انا ما احبش اسمع كلام يؤذي وداني. في حدود ما تعدهاش. لازم تعرف الزوجه ايضا في علاقتها مع زوجها او الزوج مع زوجته، مع انهما جسد واحد لكن ايضا توجد حدود. ما تجيش واحده تقول له انت كنت بتفكر في ايه دلوقتي، مش من حقك. نفرض الفكر ده غير لائق وهيقدم عنه توبة، إيه يعني لازم يروح يعترف عند مراته ويروح يعترف عند أبونا ويعترف قدام ربنا؟ ما ندخلش في حياة الناس أكتر من اللازم. دايما خليكم ملح الأرض اللي يدي النكهة الجميلة في حياة الناس من غير ما نفسد حياة الآخرين. فيكلمهم يتكلم عنهم ماري يعقوب السروجي، يقول عنهم إنهم ملح الأرض اللي يحفظ الأكل من الفساد. أيضا يدعوهما منارتين ذهبيتين، منارتين ذهبيتين. سر إنك أنت منارة إن السيد المسيح قال أنا هو نور العالم. لما تاخدني مش هتبقى منور، لا ده يقول انتم نور العالم. يعني انا لما ابص للقمر كده مش هقول القمر ده اصله واخد النور من الشمس ومنعكس عليه النور والنور ضارب عليا في الارض، لا بقول الله ايه القمر الجميل المنور ده. اولاد الله زي القمر، حتى الكنيسه تشبه بالقمر والمسيح يشبه بالإيه؟ بشمس، بيسموه شمس البر. والكنيسة زي ما بنشوف في سفر الرؤيا الأصحاح الاثناشر عن المرأة اللي إيه؟ اللي لابسها إيه؟ مزينة بالقمر، حاملة نور المسيح فيها. أولاد الله زي الكواكب المنيرة في وسط ظلمة هذا العالم. لما الدنيا بتبقى مضلمة مضلمة على الآخر والفساد مالي العالم، ما تقولش وأنا ذنبي إيه أعيش في الظلام، تقول له أشكرك يا ربي في وسط هذه الظلمة نورك بيشرق عليا. لو الواحد طلع في الظهيرة وبص للشمس ما يشوفش أي نجم، لكن لو الساعة 11 12 بالليل طلعت تلاقي النجوم شكلها جميل. على رأي كثير من آباء الكنيسة يقول لك إن كان العالم قد وضع في الشرير فامتلأ بالظلمة، لكن يبقى أولاد الله الكواكب المنيرة اللي تزين العالم وتبقى جميل، تبقى جميلة في وسط ظلمة هذا العالم. الضيق بيولد فيك إنك أنت ترتبط بشمس البر فتصير كوكبا مبهجا للآخرين، مش بس أنت تبقى منور لكن تنور للآخرين وتفرح قلب الآخرين. لما تجيلك ضيقة ما تقولش لي يا ربي معكنن عليا وتعبني، تقول له أكيد يا ربي أنت سمحت بالضيقة علشان أنا أبقى كوكب وعشان تفرح قلوب كثيرة بالنور اللي أنت بتسكبه عليا. يقول عنهما أنهما منارتين، أنهما منارتان ذهبيتان أي سماويتين. ولاد ربنا فيهم لمسة سماوية. تقول له إيه رأيك في المبنى الجميل ده؟
يقول لك ياه ده لو تشوف اللي بيبنه لك ربنا في السماء قلب واكله على السماء. مرة حد كلم القديس جيروم على القدس قال له صدقني أنا بيني وبين القدس مش يوم واحد، كان ساكن جنب القدس، ومع ذلك لم أذهب إلى القدس إلا مرة واحدة في حياتي. طب ليه؟ قال أخذت بركة القدس، لكن بصراحة اللي شغلني القدس اللي في داخل قلبي. لما كانوا يسألوا أبونا بشوي أنت رحت الزيتون تتفرج، والنهاردة ليلة كل سنة وانتم طيبين بعيد زور الست العذراء في الزيتون، كان كتير يقولوا له أبونا رحت مصر واتفرجت على الست العذراء في الزيتون، كان ردوا على طول طب وإيه اللي موديني مصر؟ ما الست العذراء بتيجي معنا في القداس لما بنقول المجمع وبنتجمع بنجتمع مع القديسين، الست العذراء ليست بغريبة عننا، ما هي معنا على طول. الآية ليست للمؤمنين لكن لإيه؟ لغير المؤمنين. ربنا بيسمح بظهور العذراء مش عشاننا، احنا العذراء مش بعيدة عننا، لكن من أجل مين؟ من أجل غير المؤمنين. فالإنسان لا يشتهي أي معجزة أو أي رؤية من الرؤى لأنه مش عايز معجزة أو رؤية، هو السماء ليست ببعيدة عنه، جواه في أعماقه في الداخل. يقول أيضا عنهما أنهما مصباحان لا ينطفئ نورهما. العذارى في دول الحكيمات معاهم المصابيح ومعاهم الزيت، والتانيين معاهم مصابيح الجاهلات وليس معهن زيت النعمة الإلهية. أولاد الله زيت النعمة مش منفصل عن المصباح، ده جوه أعماق قلبي، فمش هحمل المصباح أنتظر العريس، ده أنا نفسي أصير مصباحا لا ينطفئ. أنا نفسي أصير مصباحا لا ينطفئ. إذا كنت لما تحيي إنسان تقول له أنت النهاردة منور، لا ده مش كلمة تريقة ولا كلمة مجازية. أولاد الله فعلا منورين بعمل الثالوث القدوس العامل فيهم وسكن الله في داخلهم. ما تبصش على النور إن حاجة خارج عنك، لكن دي جوايا فأصير مصباحا لا ينطفئ. يقول عنهما وهما شيخين ضعيفين في الجسم وفي البنية وفي القامة الجسدية، ويقول عنهما أنهما حصنان لأرضنا. ما يشغلنيش إن شعرهم بيض وعجزوا وبمنظرهم يعني بالعافية بيمشوا، وبالأخص في ألام وضيقات في أثناء استشهادهم، لكن يرى فيهما أنهما حاملين قوة الله، حصنين لأرضنا. لما إنسان يعني أدي كمثال، لما أبونا بشوي مشي كنيسة خسرت إيه؟ ده الكنيسة كسبت واحد. أنا بحس بركة كنيسة ماري جرجس النهاردة إن أبونا بشوي قاعد فوق مشغول بخلاص العالم كله ولا سيما بالكنيسة اللي كان بيخدم فيها. وأقدر أقول ولو أنه تعبير بالسليم لاهوتياً، أحنا لاكي لينا أبونا بشوي فوق واقف في الفردوس يصلي من أجلنا، فصار حصناً للكنيسة. عايز أقول لك حبيبي وأنا وإنت وإنت يا أختي، ينبغي أن نكون نحن أيضاً نحمل المسيح فينا فنصير حصناً للآخرين. مرة كنت في طنطا وكنت بدرس كلية كليركية، فجاني الكاهن أو بعت لي حد قال لي أبونا ممكن النهاردة ليلة عيد الست دميانة ممكن تيجي تكلمنا؟ قلت له حاضر. كانت أول مرة أدخل الكنيسة، فدخلت وبديت أتكلم، وبعدين قلت لهم إيه رأيكم يا جماعة
ناخد تدريب، ونفسي التدريب ده كلنا نعمله حتى هنا في الكويت. قلت لهم نعمل 10 مطانيات كل واحد، ونعمل مطانية للعالم، مطانية لغير المؤمنين، مطانية من أجل الكنيسة ووحدتها في العالم كله، ومطانية من أجل الكنيسة بتاعت الست دميانة هنا، مطانية من أجل الكهنة، مطانية من أجل عائلتنا، من أجل جيراننا، آخر مطانية في العشرة، سواء 10 أو أكثر، الواحد يعمل مطانية من أجل نفسه، خلي نفسه آخر واحد علشان ما يبقاش فيه الأنانية. قول له يا رب أنا كنت عايز تدي، ادي الكل وانا اخر الواحد. السنه اللي بعدها برضو جوه قالوا لي ما انت السنه اللي فاتت وعصت ممكن تيجي لنا، فرحت. وانا داخل الهيكل في العشيه فلقيت واحد دخل قال لي يا ابونا متذكر السنه اللي فاتت لما وعصت؟ قلت له ده انا لو قلت لي من 10 دقائق كنت بتكلم فيها هقول لك ناسي، فبتقول لي على من سنه؟ قال لي لا انت اديتنا تدريب نعمل مطانيات 10 مطانيات. قلت له كويس. قال لي بنتي بتعمل 11 مطانية. قلت له ليه؟ قال لي بتعمل 10 مطانيات اللي انت قلت عليهم، وبتعمل مطانية بتقول دي لابونا فلان اللي ايه اللي طلب مننا نعمل المطانيات، فهي ليها سنة كل يوم بتعمل مطانية من اجلك. قلت يا ايه العز اللي انا فيه ده، الاقي فتاة صغيرة في 11 سنة بتعمل كل يوم مطانية من أجلي. إذا كان ربنا بيدي بركة للكلمة اللي أنا بقولها من أجل هذه المطانيات اللي بتعملها فتاة صغيرة من أجلي. إيه رأيكم لو نعمل مطانيات لبعض؟ مش لبعض يعني لما نشوف بعض نعمل مطانيات، لا جوه كده مخدعنا، نقول له يا رب اذكر الكنيسة اللي في الكويت، واذكر الكهنة اللي في الكويت، واذكر يا رب غير المؤمنين في العالم كله، واذكر الكنيسة في العالم كله، والجيران والمعارف ومشاكل مصر، كل والضيقات اللي عايشة فيها اليابان، كل الكوارث اللي نسمع عنها نصلي من أجلها. هتبقى حياتكم إيه؟ هيتقال عنكم اللي قالوا ماري يعقوب صار حصنان لأرضنا. ممكن تحب كده تبقى حصن للكويت، وحصن للأرض، وحصن لحبايبك ومعارفك، وللذين أيضا لا يعرفونك. قال عنهم أنهما ميناءان أو ميناء السلام. يعني لما إنسان يبقى تعبان ومتضايق في رحلته يقول إمتى أروح ألاقي ميناء أستريح من الإيه؟ من الزوابع اللي حصل في البحر. إذا كان العالم زي البحر الهايج ودواماته لا تتوقف، كن ميناء سلام لنفوس كثيرة. أحيانا واحد يضرب لك تليفون يقول لك يا فلان أنا تعبان من كذا وكذا وكذا، تقول له ياه ما لو تعرف ده أنا تعبان أكتر منك في كذا وكذا. يا ربنا بعته يكلمك، قل له كلمة حلوة، اسنده، فرح قلبه، خليك ميناء سلام لأخواتك. لما تدخل بيت فرح البيت، لما تتقابل مع إنسان اديله الخبر المفرح. نفسنا نبقى مفرحين لقلوب الناس. الست العذراء كانت ميناء سلام لزكريا الكاهن ولإليصابات الشيخة الكبيرة في السن، بل وميناء سلام للجنين الذي في أحشاء إليصابات. وصارت أيضا ميناء سلام بعد صعود رب المجد يسوع. صحيح ما نزلتش تخدم ولا تكرز ولا كانت من ضمن الرسل، لكن كل رسول تعبان من ده يروح يقعد معاها ينبسط ويستريح ويفرح ويتجدد كده مثل النسر شبابه. هل ممكن نبقى ميناء سلام لإخوتنا؟ إيه رأيكم؟ ممكن مش للكاهن بس ولا للشماس ولا للخادم ولا للخادمة، لكن كل إنسان كل مؤمن يقول له يا ربي اجعلني أكون ميناء سلام. بدل ما تشتكي من الضيقات اللي بتحل عليك ارفع عينيك وقول له يا رب إن كان علي مقبولة، لكن الناس الضعاف والتعبانين والغلبانين شيل عنهم، خليني أنا آخر إنسان. مرة أبونا يوسف الله ينحي نفسه
بيحكي قصة لطيفة في المنطقة بتاعته. بيقول في يوم من الأيام في سيدة عجوز كبيرة في السن، وكانت نازلة يسر تشتري حاجة أو غيره، وهي كبيرة في السن وبتهكع بالعافية بتمشي. فلبقيت فتاة صغيرة مش قادرة تمشي وشايلينها وبيجيبوا لها تاكسي عشان تركب تروح مشوار. فرجعت البيت قالت له: بصراحة يا رب أنا كنت بقول لك اشفيني لو سمحت، لو عايز تشفي اشفي البنت دي، الشابة دي اللي أنا معرفش اسمها إيه، اشفي الشابة اللي أنا شفتها، هي أولى مني، أنا كبرت وخلاص، لكن دي غلبانة في السن ده تعيش إزاي. يقول فرجعت لقيت إنها بتمشي زي كأنها شابة صغيرة. لما طلبت من أجل الآخرين من كل قلبها، ربنا ادها هي ويدي الآخرين أيضا. فنفسنا نكون ميناء سلام، نشتهي سلام الآخرين وفرحهم وتهليل قلبهم. أيضا يقول عنهم أنهما ملجأ لكل الذين في ضيقة. أبونا بشير الحقيقة كان يقول عبارة جميلة للخدام، وحتى ما كنا نبقى قاعدين مع بعض، يقول احنا كقادة في الكنيسة مش مفروض نشتكي، احنا نشيل احمال الناس ما نحملش الناس احمالنا. لما تروح بيتك ما تحملش مراتك احمالك، وانت لما يجي جوزك ما تحمليش جوزك احمالك. كل واحد يحاول يسند اخوه مش يكمل على متاعب اخيه. نفسنا نكون دايما ملجأ لكل الذين في ضيقة. إن كان مسيحنا حمل متاعبنا كلنا، فبالأولى فنحن أيضا كأعضاء في جسد المسيح نحمل متاعب الآخرين. يقول عنهم أيضا إنهم موضع راحة لرأس كل محتاج. سيد المسيح بيئن، بيقول ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه. تقول لي خلاص لقي المكان اللي يسند فيه رأسه، لأنه سنده على الصليب ورجع نفوس كثيرة إليه، ولما بتوع العهد القديم ودخلهم إلى الفردوس، انطلق بهم من الجحيم إلى الفردوس. أقول لك لسه المسيح بيحب يسند راسه، ألعله يجد موضعا في داخل قلبك. ممكن تقول له: يا رب أنا عارف أن طول ما في إنسان متألم أنت متألم، وطول ما في إنسان تايه كأنك أنت تايه، وطول ما في إنسان محتاج كأنك أنت المحتاج. ممكن تقبل تقدس أعماقي في الداخل لكي يسند المتضايقين رؤوسهم على صدرك اللي أنت في داخل صدري. احمل المسيح، قدمه لكل إنسان لكي يستريح الكل ويجدوا موضعا، بل يجد المسيح نفسه موضعا لرأسه فيك. في أيضا تعبير جميل يقوله ماري يعقوب السروجي عن هذين الشخصين اللي بيستشهده، بيقول ببص كده لقيتهم لقيتهم لؤلؤتين ثمينتين. لؤلؤتين ثمينتين، كلمة لؤلؤة دي ليها قصة جميلة مع ماري يعقوب السروجي. أنتوا عارفين أن السيد المسيح لما تكلم عن حبنا ليه، قال أن التاجر الناصح يشبه، أو الإنسان المؤمن يشبه تاجر ناصح باع كل اللي عنده عشان عشان يقتني اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هي المسيح. كل واحد كده يبص للمسيح يقول له: يا رب مين أغلى منك؟ مين أثمن منك؟ مين أجمل منك؟ أقتنيك فأغتني،
أقتنيك فأصير جميلا بيك، أقتنيك فتستريح نفسي في داخلك. أقول له أنت اللؤلؤة الكثيرة الثمن، يرد علي يقول لي إيه؟ يقول لي وأنت في عيني اللؤلؤة الكثيرة الثمن. ماري يعقوب السروجي يقول أن السيد المسيح نزل من الأرض لكي يفتش عن اللؤلؤة التي ضاعت من عند الآب. إيه اللؤلؤة اللي ضاعت من عند الآب؟ صورة الله اللي أنا استلمتها ضيعتها وأفسدتها. فنزل إلى الصليب ودخل إلى العمق الهاوية كسباح أو غطاس ماهر لكي يجد اللؤلؤة، يرد إلي صورة الله ومثاله وياخدني كده للآب ويقول لي أنا جبت لك اللؤلؤة اللي ضاعت، اللي ضيعها آدم وضيعها بنو آدم. فهو يقول، أنا أقول له يا رب أنت اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وهو يقول لي وأنت كمان اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي من أجلك قبلت نزلت إلى العالم وارتفعت على الصليب وحملت العار والخزي ودخلت إلى الجحيم وطلعتك من وسط الجحيم ودخلت بيك إلى الفردوس، رديت صورة الإلهية والمثل الإلهي فيك. يقول لنا أيضا عن هذين الشيخين اللي بيستشهد إنهما معلمان يعلمان بإيه؟ بالدم. في فرق بين واحد يقول لك بص يا حبيبي هقول لك نصيحة وانت حر تقبلها أو ما تقبلهاش، اللي انت بتعمله ده غلط، النصيحة تعمل كذا وكذا وكذا. الشيخين دول لما استشهدا قدموا لنا نصيحة لكن لم ينطقا بها بفمهما أو بلسانيهما، إنما نطقا بالدم المبذول. يقولوا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. صار مثالين عمليين للحب الإلهي، فصار كمعلمين لكل من ينظر إليهما. معلمنا بولس الرسول لما اشتغل مع العبد الهارب اللص أنسيموس، ردوا إلى سيده فيليمون وقال له بص يا فيليمون، أنا برد لك أنسيموس العبد الهارب الحرامي أحسبه نظيري. يعني انسى إن هو أنسيموس، أعتبره هو مين؟ هو بولس اللي أنا كلمتك عن المسيح وكنت سبب في أن أوصلك للمسيح. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له قد ولدت في قيودي، تعرفت عليه جوه السجن وأنا مقيد، فلما كلمت عن المسيح وراح اتعمد فتعمد في قيودي، أنا دفعت القيود دي تمن علشان أوصله للمسيح المصلوب. هذين الشهيدين أيضا إنهم قدموا مش إنهم يعيشوا في القيود، ولكن سفك دمهما لكي أيضا يبشراننا بالخلاص زي ما بولس بشر أنسيموس. آخر حاجة يقولها عنهم، يقول يا جماعة الشهيدين دول عملوا عمل جبار. إيه؟ سجلوا الإنجيل كتبوه، ما كتبوهوش على ورق الرق أو على ورق بردي أو غيره، سجلوا إنجيل المسيح على جسمهم، سجلوه بالضربات والآلام والأتعاب وبالدم المسفوك. كل واحد يبص كده للشيخين دول وهما يستشهدان يقرآن الإنجيل المفرح. شوفوا الوجه البهيج والفرح والتهليل والسماء المعلنة فيهما وهم بيستشهدا، فصار إنجيلين عمليين.
على أي الأوضاع معلمنا أو القديس مار يعقوب السروجي يتكلم عن هذين الشخصين، يقول إنهما إيه؟ حمل كان جمالهما هو الحق الإلهي، وكانت ثروتهما الغالية هو الألم والتعب، وكان كنزهما مملوءاً بالفكر السماوي بالذهب، وكان أشبه بمخزنين لا يستطيع إبليس عدو الخير ولا كل قواته أن يسلب شيئاً من مخزنهما. يقول إن آلامهما تشبه حجارة كريمة يعتز بها رب المجد يسوع في يوم الدينونة. أحبائي، أرجو أن يدينا ربنا في وسط آلام هذا العالم أن نتشبه بهذين الشيخين، وأن نسلك كما سلك، لكي يكون لنا هذا النصيب الأبدي كأولاد لله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا، هتحبوا تقولوا ترنيمة؟ لو كان غيرك سيدي، لو غيرك أنت لك الكيان، من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان؟ لو كان غيرك سيدي، لو غيرك أنت لك الكيان، من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان؟ يسوع، لمن سواك أذهب؟ ومن سواك ينفع؟ والنفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي، لو كان بي يتحكم، من أين كنت سأرحم؟ فأنت وحدك ترحم. لو كان غيرك سيدي، لو كنت منه قيم، من أين كنت سأرفع وبذا المقام أكرم؟ يسوع، لمن سواك أذهب؟ ومن سواك ينفع؟ والنفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. لو كان غيرك سيدي وأنا أهيم مشردا بين الدروب بحيرة، من بي يسافر مرشدا؟ لو كان غيرك سيدي بين الذئاب وسط الظلام، من كنت فيه سأحتمي؟
أحيا بأمنه والسلام. يسوع لمن سواك أذهب، ومن سواك ينفع، والنفس ليست تهدأ ما لم إليك ترجع، ما لم إليك ترجع. قبل ما أتكلم عن الأسئلة، في مجموعة أسئلة جات على الإنترنت وأيضا في الورق اللي جاني، الناس قلقانة على موضوع مصر، والبعض بيقول إلى متى يعني نعيش كده ما نطالبش بحقنا. شوف، المطالبة بالحق موجودة، ومن حق الإنسان يطالب، لكن يطالب بالطريقة السليمة. يعني دايما التطرف يجيب تطرف. أنا عايز أطمنك إن يد الله تصنع عجائب، وعجائب عجيبة حتى في وسط الظروف القاسية اللي احنا بنعيش فيها. عايز أقول لك، كثير من غير المسيحيين قالوا بصراحة كده إن اللي حصل، يعني شافوا إيد ربنا، قالوا الأحداث اللي حصلت في أول يناير في كنيسة القديسين، شفنا ربنا إزاي يشتغل بقوة فوق الوصف. يعني فين وزير الداخلية، وفين رجال المباحث اللي اشتركوا في الجريمة اللي اتعملت في القديسين، والناس المسؤولين، كل يد خططت في الموضوع ده، ربنا اشتغل أكثر بكثير مما تتخيله. عايز أطمنك، ما تقلقش على الكنيسة. ممكن هيجي في ضيق وفي تعب، لكن وسط التعب في خير كتير وخلاص. وفي غير مسيحيين بيقفوا في دهشة من معاملات الله العجيبة مع الكنيسة. أما من جهة الكنيسة، فالكنيسة بتطالب طبعاً أي حاجة بتحصل، وأخذت الكنيسة مواقف، لكن مش هناخد غير المواقف السليمة اللي تليق بينا كأولاد لله، زي ما السيد المسيح زي ما قلت الصبح قال للي ضربه: إن كنت قد صنعت رديا فاصنع على بالردي، وإن كنت لم أصنع رديا فلماذا تلطمني؟ دي نقطة. واحد بيسأل عن المعمودية. احنا بنؤمن إن المعمودية هي مرة واحدة، بنؤمن بالمعمودية إنها مرة واحدة، ولكن لما بنغلط بنقدم معمودية أخرى، وهي معمودية التوبة، لأن بنسمي التوبة معمودية ثانية. لكن مش معقول كل ما واحد بيغلط حتى لو أنكر الإيمان ما يتعمدش مرة تانية، لأنه صار ابنا لله، حتى ولو تمرد مش هيرجع يتولد من جديد، إنما ينزع عنه هذا التمرد. واحد بيسأل: لماذا الله فدى الإنسان من السقوط ولم يفدي إبليس؟ أولاً إبليس لأنه مصمم على الخطية، هو وجنوده، وهو مصمم أن يوقع البشر لغاية النهاردة. ثانياً، ما كانش فيه جسد ليه ضعفات زي الجسد اللي لينا، فربنا ترفق بينا لأننا لينا جسد، ولأننا أيضاً عدو الخير هو اللي أوعز لآدم وحواء، وبالطريقة دي حاب يقدم الحاجتين قدامك، الخطية قدامك الخير، اللي يعوز الخير هو حيسندنا. لماذا موجود عقوبة الخطية التي أصدرها الله على كلام مع آدم وحواء والحية، رغم أن المسيح دفع الثمن؟ المسيح دفع زي شيك على بياض، اللي عايز يقبل الشيك يتسدد الدين بتاعه، اللي رافض الشيك ومش عايز يقدمه، زي واحد معاه شيك. في قصة مشهورة عن واحد كان في منطقة الساحل الشرقي من أمريكا، وبعدين ليه صديق، وهو كان وقع في شوية مشاكل مالية ضخمة،
وعارف انه عفيف النفس جدا مش هيقبل قد اي حد يسنده. فكان في طريقه الى الجانب الاخر اللي هو الساحل الغربي ناحيه سياتل بورتلاند وسان فرانسيسكو الى اخره. فراح ودعه وهو بيودعه سلم عليه حط له شيك على بياض. فالراجل راح وبقي تعبان ومش عارف يحل وفي ايده شيك وقال له وهو بيوشوشه كده وهو داخل على الطياره قال له لغايه كذا مليون ممكن تصرف، انا حسابي فيه كذا مليون، خد اللي انت عايزه. ربنا مدينا بلا حدود، اذا قبلت عمل المسيح فيك هيشيل، هتقول له لا مش عايزك مش هيلزمك غصب عنك. في سؤال ازاي اعرف الفرق بين الكبرياء والاعتداد بالذات والثقة في عناية الله ومحبته الشخصية ليا وقوة علاقتي به وازاي اتجنب الوقوع في الكبرياء. الكبرياء ان انا انسب اللي بيدهوني ربنا لنفسي واعتد بذاتي. الثقة في النفس اني استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، أقدر على كل حاجة لكن بالمسيح اللي فيا وبنعمة المسيح الفائقة. ما هو تفسير حدوث كوارث صعبة للبنات؟ أحيانا بينجيهم ربنا والبعض بينضروا، فما تفسير عناية الله وإنقاذه لأولاده في هذه الحالة؟ أنا عندي إيمان إن أي إنسان أو إنسانة بيضع ثقته في ربنا الله بيشتغل بكل قوة. لسه قريب سمعت عن قصة فتاة صاحبتها كلمتها وصديقة شخصية ليها وقالت لها عزماكي على حاجة معينة في البيت، وبعد ما دخلت البيت فوجئت البيت اتقفل وجه واحد عشان يتعدى عليها وجايب المأذون عشان يعمل عقد زواج. فقالت لهم أنا بس هدخل دورة المية، دخلت دورة المية صرخت قالت له يا رب فين بابا كرولوس يسندني. قعدوا ينتظروا ما طلعتش، وبعدين فتحوا دورة المية ما لقيوهاش. فسألوا الناس اللي بره حد شافها وهي طالعة؟ فواحد قال لهم مش الأخت اللي دخلت لكم غريبة؟ قالوا له قال احنا شفناها طالعة ومعها قسيس شيخ كبير في السن ماسك ايدها وطالع بيها. شوفوا الإنسان الجد ربنا مش ممكن يسيبه، ما تخافوش. صلوا لئلا تدخلوا في تجربة وصلوا لئلا تدخل الكنيسة في تجربة، لكن الكنيسة قوية وحية وكارثة وما تقلقوش. كان أبونا بشوي دايما يقول بلاش الجبن بلاش الخوف، ما تستناش، بالعكس أنت في النور اللي يحطم الظلام، أنت فيك روح القوة. واحد بيتكلم عن العشور أنه عليه ديون كتيرة، إزاي هل يدفع العشور ولا لا من المرتب الصغير بتاعه؟ الحقيقة الرد ده يبقى بينه وبين أب اعترافه، ما اقدرش أقول رد عام، لازم أعرف إيه الظروف وإيه الإمكانيات الممكن تتعامل معه. أنا عاوز أسأل عن صعوبات الحياة الروحية، حروب الشيطان المختلف، ففي التعامل مع أفكار الناس إلى آخره. شوفوا موضوع الحروبات أو المحاربات الروحية من الشيطان، احنا أقوى من الشيطان. مين يطلع الشيطان؟ بيقول أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وأم بنطونيس يقول أن الشيطان عامل زي طائر يطير فوق دماغك لكن ما يقدرش يعشش على دماغك. لو أنت سبته يدخل ويعشش على دماغك أنت حر، لكن أنت مجرد ماشي ما يقدرش يجيلك إلا بإذن منك. كيف أنشغل برب المجد ولا أنشغل عنه لأن أمور الحياة بتبعدنا وتشغلنا عنه؟ شوفوا كل الأمور ممكن توصلنا لربنا. أنا أذكر سيدة كانت في ماري جرجس، كان ساكنة في كامشي زار، وراحت لدكتور كان اسمه الدكتور بوتر، كان رئيس قسم أظن الأعصاب بالذات متخصص في
في المخ. فالمهم الكلام ده طبعا اكتر من 40 سنه، لان كان في ايام ابو نبشوي، وكنت يعني كنت لسه مرسوم قريب. فهي حكت لنا، قالت لما رحت للدكتور فقال لها بصراحه في ورم في المخ. طبعا الكلام ده في الستينات غير النهارده، النهارده ورم المخ بسهوله يعني او كثير منه بسهوله بيطلع، زمان كان فيه الخطوره. فالمهم قال لها شوفي، عملت العمليه ما عملتيش فيه خطر، انما نعمل العمليه يعني نوع اللي عندنا نعمله. فهي ردت عليه قالت له طيب يا دكتور، نسبه النجاح كام في الميه؟ قال انت بتصلي فين؟ قالت له في ماري جرج سبورتنج. قال لها هي ماري جرج سبورتنج علمتك انك تسالي السؤال ده؟ اذا كنت تؤمني ان انا لما بحط ايدي عشان اطلع الورم المسيح هو اللي هيطلع لك الورم، تعالي. كنت فاكره ان انا بشطارتي هطلع لك الورم، روحي دوري على دكتور غيري. ادي دكتور ومتخصص، وكان احيانا يبقى رئيس للمؤتمرات الخاصه بالامراض بتاعه المخ في الخارج، ومع هذا يؤمن ان ايدين ربنا بتشتغل وهو بيعمل عمليه. كيف اضمن لي حياه ابديه مع اني انسانه غير مستحقه لهذا المجد العظيم، لاني انا خاطئه؟ عيب لما نقول الكلمات دي. ليه؟ لان ربنا ده بابايا، والسماء دي بيته، وبيت والد بابايا يبقى هو بيتي. مش معقول هروح لربنا يقول لي لا مش عايزك لانك انت مش ابني. اذا كنا احنا بنحب اولادنا فاتحين لهم البيت وبنديهم مفاتيح البيت، ربنا هيبقى عنيف عننا احنا؟ ارجو انه يبقى فينا الرجاء والفرح والتهليل، بلاش حالة الإحباط الموجودة فينا. ما رأيك في الأحداث في بلدنا الحبيبة، وما وجهة نظرك فيما يدور حول كل ما نسمعه مثل السلفيين وما يريدون أن يفعلوا؟ ما تخافوش، هم يريدوا اللي عايزينه وربنا يريد اللي هو عايزه، ونشوف مين اللي هيغلب. نحن لنا يقين إن إرادة الله أقوى من إرادة الناس. وكم من أيادي وقفت ضد الكنيسة وربنا اشتغل بروح القوة وحرك كل شيء لحساب ملكوت السماوات. تاني مش عايز أطول عليكم لأن الأسئلة كتير قوي. سمعنا أن محور الكرة الأرضية تحرك 10 سنتي بعد زلزال اليابان، هل هذه علامة عن بداية النهاية؟ وكذلك اضطهاد المسيحيين المتواصل، هل يشير أننا في الهزيع الأخير؟ احنا خايفين لأننا ضعفاء. يوم ما هيحصل اضطهاد تأكدوا نعمة الله تعمل كثيرا. كنيسة في أيام الاستشهاد كانت أقوى من دلوقتي، وكتير قبلوا الإيمان في أيام الاستشهاد. مش الاستشهاد هو اللي بيضيع، لكن عدم إيماننا هو اللي بيضيع. هل الخطية تمنع عدم الإنجاب بالرغم من التوبة ثم العودة إليها مرة أخرى؟ يا جماعة ربنا مش قاعد ماسك لنا على الغلط. أرجو أن نعرف أن ربنا أبونا مش ماسك لنا على الغلط يقول ده بيخطي بمدهوش أولاد، الكلام ده مش صح. هل الشخص اللي راح الفردوس وحياته مليانة بالتوبة والقداسة يشعر بعيلته؟ وهل يشعر بيهم عند زيارته في المدافن؟ أمثالي في زيارته المدافن يقول يا عيني على الناس اللي راح المدافن، فاكريني أنا جوه المدافن، أنا قاعد مع المسيح. سيبوكم من زيارة المدافن دي. أحسن حاجة تزوروا بيها ربنا هو تدخل مخدعك وتصلي لإلهك وتقول له يا ربي نفسي أحس إن اللي سبقوني إحنا عايشين مع بعض في المسيح يسوع. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو ليكم حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
قبل ما ناخد البركة من أبونا، أبونا ويانا إن شاء الله بكرة وبعده في نفس الميعاد من الساعة 7 لـ 9. بكرة بنعمة ربنا عيد تذكار تجلي الست العذراء في الزيتون، بركة الست العذراء تكون معاكم. والأسبوع الماضي كان تذكار تجلي العذراء في شبرا كمان. يوم الخميس الجاي هيكون عيد البشارة، هنصلي القداس إن شاء الله في الميعاد بتاع قداس الحد من الساعة 4 لـ 6:30. عيد البشارة عيد سيدي، ولما نقول ما فيش صيام يعني ما فيش انقطاع، لكن ما فيش حاجة اسمها تاكل سمك، فيش حاجة اسمها سمك في عيد البشارة، كانت دي عادة صعيدية زمان قوي، ولكن خلاص ما فيش الكلام ده. الصيام الكبير ما يتكسرش وتاكل فيه سمك علشان عيد البشارة. في عشية إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي علشان عيد البشارة، في تسبيحة من الساعة 6 لـ 7، الساعة 7 إن شاء الله العشية. في عظتين ورا بعض يوم الأربعاء الماضي والأربعاء اللي قبله لسيدنا البابا. الأربعاء الماضي العظة موضوعها الله القوي، والأربعاء اللي قبله لتكن مشيئتك. يا ريت تسمعوهم، ولو ما كنتوش سمعتوهم الأخوة بتوع خدمة الكمبيوتر هيسجلهم لكم وتلاقوهم في الكنيسة، علشان ده حاجة تدي تعزية كتيرة قوي قوي للنفوس المتألمة والنفوس القلقانة، علشان الاضطرابات والكلام اللي بتسمعوه عن مصر، عشان تبقوا مطمنين. والموضوع بتاع أبونا تدرس طول الأسبوع وياكوا عن الله في الدقات، انتوا شايفين إيد ربنا وهتشوف إيد ربنا هتظهر إزاي مهما كانت الأحداث. اطمنوا ربنا موجود. خدمة الحاسب الآلي بتوعنا عن توفر عزات أبونا تدرس عن الأيام السابقة فيديو وصوت بمعرض الحاسب الآلي، بالإضافة لمجموعة فلاشات لقدس أبونا وفلاشات للصوم الكبير أسبوع الألام. والدين الولاد دولت يمسكوهم ويعلموهم من الكنيسة ما يحصلش فيها كده. الوالدين هم اللي يعلموا الأطفال، يتعودوا إن في فرق بين الكنيسة وبره الكنيسة. بخريستوس منوتي نقدم لك يا ربي ذبيحة الشكر والحمد من أجل أعمالك معانا كل أيام عمرنا، بل يا ربي كل الزمن منذ الخليقة لغاية النهاردة. إيديك يا ربي جميلة وحلوة وتقطر دسما، وحاسين إن كل الكنيسة في العهد القديم والجديد محمولة على ذراعيك. نفسنا يا ربي نتعلم من الماضي، ما سبتش الكنيسة، حولت الضيقات إلى بركات. أنت يا ربي اللي سندت دانيال في وسط جب الأسود واديته يا ربي إنه يعيش في السماء وهو في وسط الجب. أنت يا ربي اللي رافقت الثلاث فتية في أتون النار. أنت اللي حريص يا ربي على كنيستك، كنيستك غالية عليك. أنت العريس الحقيقي اللي قلبك واكلك يا ربي على كل واحد وكل واحدة. انزع عننا روح القلق وروح الاضطراب، نقول لك من كل قلبنا يا ربي نجيتنا من الضيق، وبتنجينا النهاردة وحتنجينا أيضا إلى آخر نسمة من نسمات عمرنا. كنيستك في إيديك، مين حيهتم بها أكتر منك؟ رجاءنا ليس في إنسان ولا في تخطيطات بشرية ولا في قدرات في العالم، لكن أنت ربي راعي الكنيسة اللي بذلت نفسك من أجلها وتبذل نفسك أيضا من أجلها. أسماءنا منقوشة على كفك، حياتنا ربي بين يديك، إيديك ربي لذيذة ومفرحة، تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. أنت اللي حولت ضيقات يوسف لكي يكون الرجل الثاني على أرض مصر. أنت ربي اللي أخرجت من أيوب المجرب يراك ويفرح بيك ويتعرف على أسرارك. أعطينا ربي أن نتمتع بيك، اشرق بنورك علينا، فرح قلبنا بيك،
خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وأمورنا الخفية موجودة قدامك. أعطينا روح النصرة والقوة، أعطينا روح الفرح، أعطينا روح التقديس لكي نعيش مقدسين ليك. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة قديس هذا اليوم دانيال النبي، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم في هذه الليلة المقدسة، من أجل طلبات ماري مرقس ملاك هذا الموضع وكل مصاف الآباء والأنبياء والرسل، اسمح لنا نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح. لأن لو سمحت ما فيش، يا ريت نحترم الكنيسة، مش هسلم على حد، خلينا كده بالهدوء ناخد بركة المسيح بهدوءها لو سمح. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربنا. أنا هقف ورا خالص، مش هسلم ولا على واحد هنا، هسلم ورا خالص على أي واحد هو طالع لو سمحت.